أسعار مختلف أنواع الفواكه تسجل تراجعاً كبيراً، وخاصة الموز الذي كان قبل أسابيع ب 300 دينار لينهار ويصل إلى 130 وحتى 70 ديناراً في بعض الولايات. مفارقة يفسرها التجار بدخول الفواكه الموسمية وارتفاع درجات الحرارة. الفواكه اللي كلها راهي غير تنخفض وصافي بليزي باش الشعب قاعد ياكل وحنا ناكلوا نخدموا. بالنسبة كيما البنان كان غالي هاد اليامات راه بدا يطيح. شحال كنت تبيعوا افون؟ كنت نبيعوا 25 20، وهاد الخطرة نبيع فيه 18. ان شاء الله تسقم البلاد ان شاء الله. الخير الخير على ربي كاين. سبحانه. أسعار الفواكه المستقرة التي تعرفها الأسواق هذه الأيام يصفها المواطنون بمؤشر خير مع بداية الموسم، في حين فضل البعض ربط الأمر بسقوط رؤوس الفساد التي كانت تسيطر على الأسواق وتعبث بالأسعار. رابور شوفي معلوم كان يدير البانا كيما نقولوا البريت على الزوالة ما ياكلوش، كان لاحق حتى 120 ماك 70 ماك 80. دوكا كيما نقولوا بارابور استفادة طاحت تما السومة مليحة. دار كباب كينقص الفساد هبطت الفاكية وكباب كشما زياط لهم كشما سكنة. نشوف فيه بلي راهو في انخفاض السعر تاعو، وذلك نظن انه مستوى المنتوج راه ارتفع، او ممكن تكون الوتيرة تاع البلاد تاع الاخر راهي تطلع. قبل كان 35 دوكا مامور 25 18 هكذا. وي من قبل كانت كلش غالي على كان كاين الاحتكار. الناس هادو كانوا محتكرين السوق هاد الباءات، بصح ملي راحوا هادو الحمد لله نزلت البركه كلش ولا رخيص. الله ما شاء الله بور سات اني جو بريسيز بيان سات اني، يعني الاسعار تاع الفواكه ما شاء الله بارابور وزاني كنا البنان نبيعوه ب 60 درهم الكيلو 3 دينار، احنا نمبورتيوه وحنا نديوه للمخازن ونبيعوه 3 دينار للكونسوماتور. انخفاض الاسعار لم يقتصر على الموز، فقد شمل معظم الفواكه الموسميه وغير الموسميه، ما جعلها في متناول الجميع على امل ان يستمر الحال ولا ينقلب راسا على عقب.